السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين لاسيت، وين يقدم يعني وين لاسيت في تصريحاته في آخر ندوة قبل المباراة، وين المدرب تاع الإيفان لاسيت اللي نتمناو له النجاح إن شاء الله بربي، وبدون انتقاده. هذا فيك خط احمر، هذا صلاتني تاع لهم تعجيد وتعليب، هذو كاع خط احمر كاع. نقول لكم عليه، نهار نتوما تكونوا رجاله تهضروا غير على حاجه واحده، كيفاش حطا لعب دو لعب تروا، ايا فماك ايا فماك نولوا ننتقدوا اللي جا ننتقدوا. انا اللي نولي ندافع على اونترينير تاع ليبول، شت الكره الحديديه كي نشوفكم نتوما تنتقدوا فيها ندافع عليه. اليوم انا بقيت مخلوع، ناس قال لك كيف غوارديولا خرج محرز، وانا غوارديولا حمار غوارديولا، يا ودي ما كاش الحمير كيما نتوما، ما كاش حوت. بقيت مخلوع، نتايا بلادك ما تعطيش نقاط قوه ونقاط ضعف تاعها وتنتقد على جال بلادك، ترى زعماك تبغي انت محسوب راجل تنتقد راخر كيسموه، تنتقد في غوارديولا، دير تربع غادي كاع، غوارديولا بعيد عليك، وهذوك هم بعاد عليك، وبعاد عليك كي القمر كي الارض كي الارض كيما الارض للقمر، بعاد عليك، خليك بيه انت عليك بلادك، انت اللي تكون راجل تهدر على حاجة في بلادك، وتقول لهم بلي هذا المدرب سبب إقصاء المنتخب الوطني الجزائري بسبب فلسفته، بسبب تخطيطه الضعيف، تكتيك ضعيف، فماك أنا نولي ننتقد هذا لاسيت، ننتقد سلاطني، نقول غيروهم ما عندنا ما نديرو بهم. بصح ما دام كاين نتوما على بالكم كيما الهند، بصح شنو تعبدوا بنيادم، أنا نبغيكم تعبدوا أبقار كيفاش، خاطش علاه فتح اللحم تاعهم يرخص، راكم غابنيننا. نتمنى هذا المدرب يدير خطاب يعني لهذا الناس، ايا في طوع ان شاء الله بربي يعني يروحوا يعبدوا ربي، يولوا يعبدوا ربي ما يولوش يعبدوا بنادم. هذا يجعل المدرب يديركم خطاب في طوع، تولوا تعبدوا ربي، تتفرغوا لعبادة الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، هذه هي. انا ما ننتقدش، انا لاسيت لاسيت فاني خط احمر، سالوني ولا خط احمر، انتم هذا ما تنتقدوا، تنتقدوا لاسيت، تنتقدوا بوغرا، تنتقدوا بوغرا الجزائري، بوغرا تاكتيكمون فور تاكتيكمون، خاطش بوغرا انا نقول لكم بوغرا زعيم وتاكتيكمون فور. بوغرا كي يدير تغيير يربح، كي يدير تغيير يبدل الخطه ويربح، كي يدير تغيير يبدل الخطه ويربح. ناس على خطره نهار اللي دار ماتشني مع مصر، مع كيروش، مع كيروش اسي محمد، مع كيروش، مع كيروش، مشي مع مدرب تاع بورتو تاع الاخر كيسموها، مشي مدرب تاع سيراليون ولا تاع غينيا استوائيه، مع كيروش، مشي مع سونغ قضب لي كيف تاعو في 9 ايام إليمينا تاكتيك عالمي، 9 ايام سونغ قلع من الكاميرون زعاف، يشرب 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 تربح وعاود ولا شراب، باش ندخل من في راسك خويا. نهار اللي درنا ماتش نيل عيار على متهمين، ضرب ما كاش واحد تعاير واحد وتنتقدو واحد، راه خويا بوكرا مع كيروش خرجوا ناس ولاو ينتقدوا فيه، كعندك ناقص، وين ناقص، جاب لك كوب داراب خدمه تاكتيك، غبر لك لي زونتيناج كبار، هذاك عاد توكا تاع المغرب هذاك كاش سوا لا ولا اونتينير كبير غبنا ربحه، وقف للاخر كيسموه تاع مصر كيروش ربح منتخب مونديالي قاطر، منتخب مونديالي دومي فينال ربحه، وزاد ربح فينال منتخب مونديالي، ومدرب كبير لك، مدرب كبير هذاك، مدرب كبير ربعه، ومن بعد يخرج لك نتايا واحد عوج من دماغك داير غوش دروات، ماشي عارفين ولا رايح ولا جاي، تجي نتايا تهدر له يعني، انت تهدر تاكتيك دو جو، تعايرو غوارديولا، تعايرو انشيلوتي، تعايرو بزاف مالكم،
وانتم هنايا حاجه صغيره ما تقولوش تهضروا تاع دو لعب تروا ماشي طايقين تهضروها ماشي طايقين محصلين في قسامه دو تروا دو لعبه تروا ماشي طايقين تهضروا. نعاود نقولوا وين تحدث المدرب المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 سنة محمد لاسيت اللي نتمنى له النجاح عن لقاء الربع النهائي كأس العرب بين منتخب الجزائر وتونس في السعودية. وتعهد الناخب الوطني خلال مؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء بتقديم أشباله أفضل أداء ممكن خلال الديربي المغربي بين المنتخبين. وقال لاسيت عن لقاء مباراة كتاب وين قال لهم المباراة كتاب مفتوح بالنسبة للطرفين، نحن نحترم الأشقاء في تونس وسنقدم المستوى الجزائري المعهود لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل. وأضاف وين واجهنا صعوبات عديدة خلال مرحلة المجموعات، رغم ذلك حققنا فوز أمام منافسين أقوياء، وفي نهاية نتمنى التتويج باللقب وتحقيق أكبر قدر من استفادة على الصعيد الفني. صح على بالكم باش يكون على بالكم وين احنا لعبنا أمام لبنان وزدنا لعبنا ماتش ديربي أمام ليبيا. شو ليبيا ماشي سهلة لعبنا لها، الليبيين يلعبوا لك لافولونتي لافولونتي كانوا منا بصح توانسه مع من لعبوا لعبوا وقيله مع مع تعامل لعبوا مع جيبوتي سهله ماهله. ومن جهه من جهتي وقال المدرب المنتخب التونسي ناجع التومي نعدكم بمباراه ممتعه وحماسيه دائما. لقاءات المنتخب الجزائري والتونسي في كافه فئات العمريه معروفه بقوه والند يعني بالقوة والند للند والجميع يستمتع بهذه المباراة. وسنجري مباراة بين الجزائر وتونس على الملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها السعودية على الساعة 7 بتوقيت الجزائر، وتأهل المنتخب التونسي إلى الربع النهائي بطولة بعد فوزه على يعني بست نقاط برصيد ست نقاط يعني وين فاز على جيبوتي ليضرب موعد مع المنتخب الجزائري. وكان المنتخب الجزائري ينفاز على ليبيا بثلاث أهداف يوم الأربعاء لحساب الجولة الثالثة والأخير في المجموعة الثالثة. ويجري الدور النصف النهائي يعني نقولوا بلي اليوم وين غادي نشوفوا. وكان ويجري الدور النصف النهائي يوم الأربعاء أوت القادم 3 أوت القادم، على أن يلعب النهائي يوم السبت 6 أوت بدء من الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. وكان المنتخب الوطني قد خسر النهائي النسخة الماضية بعد الهزيمة في النهائي ضد السعودية، والتي خسر أمامها أيضا نهائي النسخة الثانية سنة 1985. وسيحاول أشبال مدرب المنتخب الوطني محمد لاسيت اللي نتمنى له النجاح التتويج بالبطولة أول مرة تعويض لإخفاقات السابقة. إن شاء الله يا ربي ماذا بنا، خاطش على خدام هذا لاسيت، الناس اللي كانت جايبتها مورا الناس منا الناس منا بزاف، يعني الرد على يعني الرد يرد على المنتقديه. انا نتمنى له ان شاء الله بربي مدرب كبير خدام راه يخدم يعني راه يخدم. وصل انا عمري لا شفت واحد وصل يعني ميكا صحابي كان يخدم مع كان زاتشي وكلش كان ضغوطات يديروا له اللعابه ذراع ويديروا من ويديروا من، بصح اليوم يعني كيفاش وصل فينال العام اللي فات وصل الفينال بغاو يطردوه، علاه طرده؟ خليه يخدم خليه، علاه توشي انت خليه، علاه توشي بيه خليه خليه يخدم خليه يخدم، راه فات دوزيام تور خليه يخدم خليه بالك خليه يطلع مع الجواره يطلع لك جواره لاباز يخدم لك. بقاو على كل خطا تاع دورات كيما كان يدير زاتشي أيوا مكاجالي الدورات طرد كلش عاود تجيب عاود رد عاود تجيب عاود رد عاود تجيب، علاه خليهم يخدموا خلي بالك إن شاء الله بالك نخرجوا منهم. هذه اللي كي نخطفوا منها غير ثلاثة مليح غير ثلاثة مليح، تزيد تاع الإيمان طروا تدي منهم غير ثلاثة مليح، هيا وراك فت تاع الإديسة تدي منهم كاع عندك تسعة تاع اللعابة. يا وخمو شوية نتوما نتوما ما تخموش ما تخموش توما ما تخموش او خمو او شويه زاد شويه زاد وتحوسوا هي الساهله انتوما او انتوما غير الساهله ولا مكاش
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو.